أعلن الرئيس السيسي أن المشاركين في القمة اتفقوا على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى السودان عبر أراضي دول الجوار. وأشار الرئيس السيسي إلى التوافق حول تشجيع العبور الآمن للمساعدات لإيصالها للأماكن الأكثر احتياجاً في السودان. الإعراب عن القلق البالغ أزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان وإدانة الاعتداءات المتكررة على المدنيين والمرافق الصحية والخدمية ومناشدة كافة أطراف المجتمع الدولي لبذل قصارى الجهد لتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة لمعالجة النقص الحاد في الأغذية والأدوية ومستلزمات الرعاية الصحية بما يخفف من وطأة التداعيات الخطيرة للأزمة على المدنيين الأبرياء. 6. الاتفاق على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان عبر أراضي دول الجوار، وذلك بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية وتشجيع العبور الآمن للمساعدات لإيصالها للمناطق الأكثر احتياجاً. الأكثر احتياجاً داخل الأراضي السودانية ودعوة مختلف الأطراف السودانية لتوفير الحماية اللازمة لموظفي الإغاثة الدولية.